علاء ابراهيم اللاعب والمدير الفني الكبير. كابتن علاء، مساء الفل، مليون مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك يا دكتور، بمسي على حضرتك ووحشنا جدا يا دكتور. وحضرتك وحشني كتير والله يا كابتن علاء، اخبارك ربنا كله يكرمك. تمام؟ دايما دايما الحمد يا لله. كابتن. قول لي النهارده رايك في المباراه ايه للنادي الاهلي في الشوط الاول وايضا في الشوط الثاني، وماذا كان ينقص النادي الاهلي لتحقيق الفوز المبكر في مثل هذه المباراه؟ يعني بدايه النادي الاهلي الشوط الاول يعني بلغه الكوره كده ما جاش الحقيقه. يعني التحفظ الكبير اللي كان عامله موسيماني خلى المباراه بالشوط الاولاني بالشكل ده، دي رقم واحد. رقم اثنين برضو اصابه السوليه الحقيقه تقل كبير جدا، برضو السوليه في نص الملعب ممكن يكون لخبط الدنيا، ولما تجيب لعيب برضو مش مركز او ان هو يبدا وفجاه يبقى بادئ، ياسر ابراهيم برضو يعني ممكن برضو نديله بعض العذر شويه. بعدين يا لكن كابتن علاء، انا اسف للمقاطعه، يعني حمدي فتحي واليو ديانج طريقه لعب واحده، يعني ده طريقه لعب يعني زي بعض، امال السوليه اللعب بتاعه مختلف في نص الملعب عن اليو ديانج وعن حمدي فتحي، وده كان اللي اثر في النادي الاهلي واربك حسابات موسيماني. يعني اللي انا شايفه ان السوليه ايجابي شويه على الجون شويه، يعني الشوط الاولاني ما طلعناش شوطه لحدي او ديانج. لا، السوليه لما بيبقى موجود لا بيبقى لعبه ايجابي، وبلغه الكوره كده بيبقى لعبه قدام على طول. يعني كله لعبه قدام، ده اللي فقد النادي الاهلي الشوط الاولاني. ده رقم واحد. رقم اثنين، انا شايف برضو حاله قفش الحقيقه مش هي الحاله اللي احنا متعودين عليها ان احنا نشوفها. الارهاق بقى طبعا من البطوله العربيه، يعني سواء معلول يعني ممكن برضو ده اللي احنا قلنا عليه، ان لعيبه اللي خلي بالك برضو يا دكتور في نقطه مهمه جدا، توقف الدوري معظم اللعيبه اللي لعبت النادي الاهلي النهارده توقف الدوري ما فادهمش. ده رقم للناس اللي ما شاركتش في المنتخب، واللعيبه اللي لعبت في المنتخب برضو مجهده. احنا شفنا ايمن اشرف، مش ده ايمن اشرف خالص راجع حقيقة. من حمدي اصابه فتحي برضه، هو راجع من اصابه معذور يعني بالظبط، ايمن وحمدي خايف. فتحي برضه مش هو ده حمدي فتحي اللي احنا متعودين عليه. زياده على غياب، انا شايف ان في غياب شويه للتوفيق عن محمد شريف، اللي من وجهه نظري كان قرار موفق جدا ان هو ما يبداش بيه. يعني الكره الحسنه اللي هو عملها بتاعه الجون، يعني ده كان ممكن يعني يعمل لنا احسن من كده. طيب خليني برضو يعني اتكلم في ركلات الترجيح، وانت واحد من المعلمين فيها. النهارده لعيبه النادي الاهلي تعاملت مع ركلات الترجيح بطريقه اكثر من رائعه واكثر من ممتازه، حتى ترتيب اللاعبين في الدخول لكل ضربه من الضربات. ويعني موسيماني يبدو ان هو كان اتمرن ودرب اللعيبه عليها كتير جدا تحسبا للوصول لركلات الترجيح. ازاي اللاعب بتتعاملوا معاه نفسيا وتهيئته لركل الترجيح زي دي يا كابتن علاء؟ يعني ده ثبات انفعالي، يعني الحقيقه بتلعب ضربات جزاء على بطوله، ده ثبات انفعالي كبير جدا. وانا احييه برضو ان شريف ما شاطش، لان برضو ضربه الجزاء اللي ضاعت في قطر برضو كانت ممكن تعمل له عدم يعني عدم ثقه شويه. فده اللي خلى يعني الامور مشيت كويس. لكن خلي بالك في كوره، يعني وانا بتفرج على الماتش يا دكتور في كوره كده للمهاجم الرجاء على ناحيه الشمال كده، بص كان في الدقيقه 88 بالظبط قبل الجون بتاع النادي الاهلي، مزبوط. بص بصه غريبه جدا، يعني عارف اللي هو الاستهتار او التكبر. في الوقت ده يا دكتور انا قلت النادي الاهلي هيكسب، معرفش يعني جات لي الثقه منين ان انا قلت كده الحقيقه. يعني حتى الناس اللي كانت قاعده تتفرج معايا بصوا لي باستغراب، قلت لهم هنكسب الاهلي معودنا. انت فاكر الصفاقسي يا كابتن برضو ابو تريكه، يعني في اللحظه الاخيره الاهلي زي ما انا قلت لا تامن الاهلي حتى اطلاق الحكم لصفره النهائي، عمرك ما تامن الشوط الاهلي. الشوط الثاني يا دكتور لا الاهلي يكسب، متسيد المباراه. يعني عندنا انياب شويه، احنا الشوط الاولاني ما لناش فرصه حقيقيه. لكن الشوط الثاني لا، يعني واضح يعني لو خدنا المباراه يعني بثقه زياده شويه ان احنا نكسب. ومن اول المباراه اعتقد فرقه الرجاء يعني فرقه مع احترام الشديد ليهم برضو فرقه متواضعه، مش يعني ما لهمش انياب. يعني انت لما عدلت طريقه لعبك في الشوط الثاني، لا الاهلي رجع لطريقه لعبه المعهوده اللي بيلعب بيها هنا في الدوري العام، خلاص بقى عندك الطرفين شغالين، عندك محور ارتكاز موجودين ثابتين، عندك خط الهجوم كامل موجود قدام، فده ادى اريحيه جدا لقوه الاهلي الهجوميه في الشوط الثاني يا كابتن علاء. لا والجرأه كمان يا دكتور، الجرأه ان هو يطلع ياسر ابراهيم وينزل طاهر، لا يعني دي جرأه برضه تحسب لموسيماني. خلي بالك ان الشوط الثاني او اخر ربع ساعه كان بيلعب ببالون وحده،
خلاص فدي برضه جرأة تحسب لي، لان خلاص بقى يعني خلاص الماتش بقى 10 دقايق ربع هو ساعة كمان خلاص هناك يعني. طلع احداد في الناحية التانية وخلاص، ونزل مدافع يعني، وطلع خط المهاجم بتاعه ونزل مدافع. ادي النظرة، ادي الصورة قدامي. مش احداد ده اللي كان في الزمالك يا دكتور اللي صراحة. كان في الاهلي. لا مش ده اللي كان في الزمالك يعني. احداد يعني برضه الناحية النفسية برضه ممكن تفرق، بلده برضه خالص فممكن الدنيا تتغير يعني. ادي الصورة اللي انت بتقول عليها يا كابتن قدامنا اهيت في دقيقة 88. ايوه صورة قدامنا، شفت المهاجم بيبص ازاي؟ بص يعني انا قلت في اللحظة دي غرور واستكبار. ما يعرفش ان هو بيقابل النادي الاهلي بطل القارة وبطل القرن يا كابتن، علاء، ما يعرفش ان الاهلي لغاية اخر لحظة يفوز كمان. لو الحكم زود كمان دقيقة 2 الاهلي كان جاب جول، كان ممكن نكسب. ولا ده حقيقة دي ممكن نكسب. يعني الزملاء في الاعداد بيقولوا ممكن كان باصص للساعة. لا ساعة ايه؟ لو في وقت اضافي كان ممكن الاهلي يكسب الحقيقه. انا معاك. عموما مليون مبروك يا كابتن علاء، الاهلي دايما هو مصدر للسعاده ومصدر للفرحه لجماهير الكره في مصر كلها. بشكرك شكرا جزيلا.